الانتخابات يعني كانت في غاية الشفافية والنزاهة، وأيضا عملية الترتيب والتنظيم يعني كانت جيدة جدا. طبعا اليوم يعني شاهدنا شيء غير طبيعي من ناحية الترتيب والانتظام، وماكو أي مشاكل، وحتى القضايا اللوجستية والأمنية كانت متوفرة. يعني احنا من جايين من الموصل وجايين من محافظات أخرى في سبيل أن ننتخب الشخصيات اللي من الممكن أن تدافع عن حقوق الصحفيين وتقف في جانب الصحفيين، لأن الصحفيين مثل ما تعرفين عانوا من تحديات كثيرة ومن مشاكل كثيرة، وخاصة في هذه الظروف الصعبة. اليوم صار جو كله فرح وابتسامة، وأهم شيء بالانتخابات أنه اجتمعنا كلنا الأطياف الكردي والعربي والتركماني حتى نوحي للعالم ونحكي للعالم أنه هذا الشعب العراقي، هؤلاء الصحفيين من كل الأقليات يعني جاءوا بأصواتهم لكي ينتخبوا رئيس نقيب الصحفيين مثل ما نشوف وأعضاء الصحفيين بحيث على الانتخابات. طبعا الانتخابات كانت انتخابات ديمقراطية بحيث شوفين الشفافية، أخذنا راحتنا بالانتخابات دون أي قيود، والحمد لله. وشي المكتب الثاني ايضا التقينا احنا كصحفي العراق بكل مكانات، تبادلنا الخبرات والاراء، وان شاء الله ان شاء الله دائما يعم الفرح والخير على عراقنا. تاتي تجربه الانتخابات اليوم في ظل اجواء ديمقراطيه وحضور كافه الزملاء من شتى مدن العراق، من الشمال من الجنوب من الشرق الى الغرب، الحضور جيد جدا، المرشحون للحقيقه كلهم ناس يعني حمل الشهادات واكاديميون ومارسوا العمل الصحفي منذ سنوات طويله، نتامل بهم خيرا. يعني كنا امل اليوم احنا يعني هدفنا انه نغير باتجاه ما هو احسن لتحقيق نقابة صحفية مهنية ترتقي بهموم الصحفي وتسلط وتنهض بواقعنا حقيقة الصحفي والإعلامي. تشهد اليوم نقابة الصحفيين العراقيين هذا العرس الانتخابي للأسرة الصحفية، حقيقة اليوم كل التوجهات وكل الأنظار إلى هذه الانتخابات النموذجية التي تعد حقيقة مشاركة فعالة من عناصر شبابية ومن عناصر كفوءة من عناصر لها عمل فعلي في نقابة الصحفيين العراقيين. اليوم نتأمل أن يكون المجلس المقبل يحقق الطموح ويحقق طموح كل صحفي في عراقي بأن نقدم اللي نتأمل أن نكون خادمين له، أن نحقق كل الطموحات التي يتأمل لها من هذه المجلس. والله من خلال الوجوه ومن خلال الأسماء اللي موجودة يا حنين يمكن كل الصحفيين مطلعين أنه حيكون هنالك تغيير فعلي في نقابة الصحفيين العراقيين، وخاصة أنه نقيب الصحفيين العراقيين شجع أن يكون هذه التغيير.